الحقيقة كلنا سعداء، قناة النادي الأهلي وكل الزملاء قبلية كنا سعداء جدا جدا بما قدمه النادي الأهلي في أول مشواره الأفريقي. أنا على المستوى الشخصي كنت اتفرجت أكيد على المباراة، تابعتها بشكل كبير كواحد من جماهير النادي الأهلي، وكان عندي نفس الأسئلة اللي طبعا بتدور في أذهان النادي الأهلي. مدير فني جديد هيكون إيه مردوده داخل أول مباراة يلعبها على المستوى الأفريقي؟ طبعا على مستوى الخبرات ما دربش خالص يعني مارسيل كولر في أفريقيا، كمان على مستوى اللاعبين، على مستوى الأداء، على مستوى اللياقة البدنية، على المستوى الفني، على مستوى الروح. كلنا كنا منتظرين المباراة ديت عشان نحدد إن شاء الله بإذن الله، ودايما البدايات بتكون بدايات مهمة جدا جدا، وكانت بدايات النادي الأهلي في الموسم الجديد بداية صعبة. قبل المباراة كلنا كنا عارفين إن المباراة على المستوى الفني مباراة صعبة، فريق محترم في الدوري التونسي، عندنا طبعا لعيبة كانت واخدة راحات، بدأ البرنامج التدريبي لمارسيل كولر على مستوى جيد جدا جدا. خلينا أقول لكم انطباعاتي عن المباراة بشكل سريع. أولا خلينا نتكلم على كولر، على المستوى الأداء بالنسبة للإدارة الفنية، أعتقد أدار المباراة بشكل أكثر من رائع. ليه بشكل أكثر من رائع؟ لأن في اعتقادي الشخصي كان عنده نوع من أنواع الجراءة، نوع من أنواع كمان العناصر اللي لعبت أو تشكيل المباراة كان بيخدم بشكل كبير جدا طريقة اللعب اللي عايز يلعبها أو اللي بدأ بها المباراة. على سبيل المثال بدأ يعني بنتكلم على محمود متولي، كلنا عارفين إمكانيات ياسر إبراهيم، ولكن محمود متولي كمان عنده ميزة شوية إنه بيقدر يطلع بالكرة من تحت بشكل كويس قوي، وده جزء خطتي مهم جدا بدأ بيه كولر، إن إحنا إزاي نبدأ من تحت بشكل كويس، فحط اتنين سردباكين عندهم القدرة إن إحنا نطلع الكرة من تحت بشكل كويس، دي جزئية. الجزئية التانية كمان سافيو اللاعب البرازيلي، يمكن اللي الصفقة عملت يعني شوية أحاديث على السوشيال ميديا، بيبدأ بالمباراة وبيثبت إنه لعيب مميز، لعيب من طراز مميز، عنده القدرة على الاستلام بشكل جيد جدا، عنده القدرة على التمرير بشكل أكتر من رائع، كمان على مستوى الاتزان النفسي. حضراتكم عارفين أي لعيب وخاصة بيجي من قارة بعيدة، أجواء مختلفة، بيلعب مع نادي جديد في مباراة كبيرة، مباراة افتتاحية بالنسبة لمشوار البطولة الأفريقية، شفنا عنده اتزان يعني نفسي بشكل كبير جدا، ما عندوش الرهبة، ما عندوش القلق، واثق من نفسه بشكل كبير جدا جدا، فكان كمان الدفع بيه خلال المباراة أو من بداية المباراة شيء يحسب طبعا لكولر. الجزء الثاني طريقة اللعب 4-2-3-1، الطريقة الأمثل للعناصر الموجودة دلوقتي للنادي الأهلي، لعب بيها بشكل مميز. عندنا كمان على مستوى الإيجابيات إن إحنا عندنا استحواذ جيد للكورة، يمكن افتقدناها شوية الفترات اللي فاتت، كمان الاستحواذ الإيجابي لازم يكون يعلى شوية، ده أنا معاكم، لكن مجرد الاستحواذ على الكورة بشكل جيد وأنت بتلعب بره أرضك بتدي رسالة كمان للفريق اللي قدامك، والرسالة وصلت إن إحنا فريق بطولة، فريق النادي الأهلي باسمه وتاريخه لا يهاب إنه يلعب بره أرضه بالشكل الطبيعي اللي هو بيلعب بيه حتى هنا في مصر. جزء كمان مهم جدا بيدفع بشادي حسين من اول المباراه، بيديله ثقه في نفسه، هو بصراحه قدم مباراه جيده كبدايه لانطلاقه مع النادي الاهلي، حرر الاجناب بشكل كبير جدا، وعوده حميده جدا جدا لنجمنا طبعا اكرم توفيق اللي رجع بعد اصابه يمكن اكثر من 9 شهور، ظهر بمستوى رائع الحقيقه على مستوى الدفاعي وعلى مستوى الهجومي. علي معلول في تحرر للاجناب بشكل كبير جدا، مع تواجد طبعا كمان سابيو اللي عمل مباراة جيدة، مع تواجد كمان عبد القادر اللي أدى كمان مباراة لا بأس بها. الجانب الخططي اللي اشتغل بيه جانب جيد جدا، الحالة الهجومية بتاعتنا كان شكلها حلو، كان شكلها مميز، بنطلع بالكرة بشكل كويس بشكل متدرج، بنوصل للأطراف. يمكن العيب شوية اللي ظهر اللي هو يعني ما قدرناش ان احنا نترجم السيطرة ديت في الشوط الأولاني ومع الشوط الثاني ان احنا نحرز أهداف، ده كان يمكن لسه الوقت جاي، يعني بداية موسم جديد لسه الوقت جاي، ولكن كمان الروح البلاس 90 ده علامة مميزة، وزي ما بقول لحضراتكم دي في جينات جوه لعيب النادي الأهلي وفرق النادي الأهلي على جميع المستويات، ان بلاس 90 ان في آخر الدقايق يمكن هدف مهم جدا جدا جدا.